وما زلنا مع الأزمة اليمنية، حيث أعلن مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري أعلن استشهاد 10 جنود سعوديين في انفجار مخزن للأسلحة في مدينة مأرب اليمنية وقع أمس الجمعة. وأوضح عسيري أن الجنود استشهدوا إثر انفجار وقع بمعسكر صافر، ما أدى أيضا إلى استشهاد 45 جنديا إماراتيا، 5 جنود بحرينيين، و4 جنود يمنيين. ولفت أيضا إلى أن إعلان حصيلة الشهداء السعوديين جاء السبت بسبب الوقت الذي استغرقه نقل الجرحى الذين استشهد بعضهم في وقت لاحق.